صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا. عندنا النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه كده لذيذه جدا، هي وصفه خليجي بس فعلا فعلا طعمها حلو قد ايه، مفيده وفيها كده كذا مكونات في بعض. اسمها مرقوق اللحم. هو انا هعمله بنفس الطريقه العربيه، لو شايفين ان في حاجات متغيره بسيطه فانا شايفه ان مفيش مشكله يعني. خلاص طيب، احنا عندنا، انا هنا جايبه ريش بالعظم، هي مثلا بتتعمل بقطعه الرقبه اللي بالعظم او لحمه بالعظم. هنا في ريش بالعظم بتبقى ملبسه كده شويه. عندنا عصير طماطم، عندنا فصوص ثوم، عندنا لومي، عندنا فلفل احمر ناشف، عندنا بسله، عندنا بصل، فلفل الوان، جزر متقطع بطول او تجيبوه حتى صغير، عندنا كمان كوسه صغننه كده وبتتحط زي ما هي زي ما انتم شايفينها كده بالظبط اهي، عندنا بطاطا برده متقطعه بالطول، عندنا فلفل الوان، بطاطس بقشرها بتتنضف كويس جدا جدا بفرشه الخضار، عندنا بصل. اما البهارات بقى ففي كمون وكركم وكاري وكزبره وبهارات لحم وكمان السبع بهارات، وعندنا سمنه بلدي او زبده. ده بالنسبه للخضار اللي باللحم. بنضيف عليه بقى في المرقوق اللحم، هو اسمه مرقوق عشان نوع العيش اللي احنا بنحطه معاه بيبقى دقيق اسمر مع رشه ملح وميه للعجن بس. يفضل ان احنا طبعا نعمله في العجان، بس ممكن طبعا نعمله بايدينا عادي جدا. خلاص تعالوا بقى نشوف. انا هنا قبل الحلقه بس كنت بعمل رز عشان اقدم كده رز مع الوصفه دي. ماشي، تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. هحط هنا زيت، اول حاجه هحط زيت وهسيب اللحمه تتشوح كويس الاول قبل ما ابتدي اهي. اول حاجه هحطها هي اللحمه واسيبها تتشوح. خلاص هحط عليها فلفل اسود واسيبها تتشوح لحد كده ايه ما تلون. اول بس ما تلون هبتدي احط بقى ايه البهارات والخضار، شويه من الخضار. اغطيها، ابص هنا على الرز، ممكن بقى احط له بس ميه مغليه عشان يستوي. عملت رز ابيض عادي جدا، حطيت عليه فص تومه، انا بحب احط فص تومه كده جواه مع سمنه بلدي. شوف كده محتاج احط له بقى الملح. بس وهقلبه واغطيه كده. انا ايه الرز هسيبه يستوي. طيب نبص على اللحمه كده، الريحه مش قادره احكي لكم. احنا حطينا بس زيت وفلفل اسود وسايباها اهي تتشوح اهي. وهي بتتشوح بقى انا هعمل ايه؟ هحط البصلة بس هقسمها بس نصين. والجزر. تمام. والجزر. واقلب، احط الجزر والبصل
وابتدي احط بقى معلقه السمنه البلدي مع البهارات كزبره. الملح ده هو اخر حاجه هحطه. توابل اللي هي 7 بهارات، بهارات اللحمه، الكزبره، الكاري، الكمون، وهسيب الكركم كمان شويه. هحط الفلفل الناشف الاحمر مع اللومي، كل ده حطيناه بعد لما اللحمه يا دوبك لونت. حطيت البصله، حطيت الجزره، قلبتهم شويه مع بعض، رحت حاطه التوابل. التوابل دي اللي بتخلي طعم اللحمه حلو جدا. التوابل عندنا عباره عن ايه؟ كمون وكزبره وبهارات لحمه و7 بهارات، وحطيت فلفل اسود. بعد كده زودته باللومي والفلفل الاحمر الناشف، هسيبه كده شويه. احط البطاطا مع البطاطس واقلبهم. شايفين لون اللحمه بقى عامل ازاي؟ بس ابتدي بقى احط الميه المغليه. احط الاول الثوم، بس اشيل بس ايه كده الثوم، احطه زي ما هو. لو انتوا مش بتحبوه قوي كده صحيح قطعوه شرايح، بس هو يعني انصاص حتى احلى. كل حاجه وهي زي ما هي كده احلى. نقلب. نحط صلصة الطماطم معلقة كده. نقلب. بس هحط بقى حبة مية صغيرين مش كتير، وبعد كده هزود المية. بس دلوقتي بس ايه، هحط حبة صغيرين الخضار، انا عايزة مية الخضار اكتر واللحمة هي اللي تنزل. بس هحط ربع الحلة بالظبط خلاص، وهسيبه يستوي براحته خالص. نبص على الرز كده بس قبل ما ايه ما نطلع فاصل. هسيبه بقى يستوي براحته، عايزاه طري شويه الرز ده. تمام. نديرة صباح الفل عليك يا حبيبتي، انا بحبك قوي، شكرا ليكي. حسين النحاس شكلها تحفة، الف هنا، اتفضل يا حسين وجربها يلا على طول. لوسي فهيم صباح الورد والفل والياسمين يا حبيبتي يا جميلة يا غدغودة، ميرسي يا لوسي. ام اياد صباح الخير يا شيف منورة الشاشة. ملك صباح جميل يا شيف، ممكن اهداء لمامتي بمناسبة عيد ميلادها، ربنا يخليكي ليا احلى واحسن واحم واحن ام في الدنيا. كمان مديحة، هاي قمر معاكي مديحة من المغرب، بليز ابعتي لي تهنئة عيد ميلاد لاختي صفاء وقولي لها ربنا ما يحرمني منك، ربنا ما يحرم اي اخ او اخت من اخواته يا رب امين. احمد بيسلم على ايسل. حسين صباح الفل. حسام جمال صباحك فل. وياسمين كمان عندي. سمر انا كمان بحبك يا سمر. ام اياد صباح الخير يا شيف منوره الشاشه. كمان عندنا معلش المسجات بس عقبال ما تنزل اكتر. طيب احنا ممكن نطلع فاصل عقبال ما بقيه المسجات تنزل. قبل بس ما اطلع فاصل ممكن اقرا دي. وحيده صباح الفل حبيبتي، اقدر لما احط الكيكه في الفرن اولع من تحت
واما تنفش وتقرب على السوا اولع من فوق، لان الفرن لما بشغله من فوق من تحت مع بعض قوي جدا والكيكه بتغمق من فوق. لا انا رايي بقى ان انت تولعيه من تحت بس، بلاش فوق دي خالص. تولعيه على درجه 180 او 200 بالكتير قبلها بربع ساعه، وبعد كده تحطي الكيك. ولو هو الفرن عندك قوي جدا جدا بتقفليه قبل، يعني لو الكيك بتاخد عندك 40 دقيقة، الدقيقة ال 35 بتقفلي الفرن وتسيبي الكيكة في الفرن 5 دقايق والفرن سخن يبتدى يهدى، الكيكة مش هتنشف منك. جربي الطريقة دي وقولي لي أخبارها إيه. ميرنا لو سمحتي يا شيف عايز طريقة الشوريك وكمان. ويبقى الأمل، يسعد صباحك يا عسل، معاكي ابتسام من الأردن، اعملي المنسف الأردن عيني. نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا تاني بعد الفاصل. عملنا ايه قبل بقى ما نطلع الفاصل؟ شوحنا اللحمه بفلفل اسود مع زيت، بعد كده حطيت اهي اللحمه الحلوه دي، بصوا بصوا شكلها اصلا يجنن. وبعدين حطينا بصل شوحناه معاها، وبعدين زودناها مع جزر شوحت شويه اكتر، حطينا اللومي والفلفل الاحمر الناشف ده اختياري لو انتم مش عايزينه، شوحناها شويه. رحنا حاطين البطاطا والبطاطس، حطينا حبه ميه صغيرين قوي وسايبينها تنزل بقى ميتها. التوابل بقى اللي حطيناها كانت كاري وكزبره ناشفه وسبع بهارات مع بهارات اللحمه وفلفل اسود، ولسه في بقى وصلصه طماطم، لسه في بقى الكوسه، فلفل الوان، البسله، الكركم، عصير الطماطم. ما ننساش ان احنا زودناها بمعلقه سمنه بلدي. طيب الوصفه دي اصلا اسمها مرقوق اللحم، ده اللحم وده المرقوق. خلاص المرقوق بتاعنا بقى عباره عن دقيق اسمر ورشه ملح مع ميه للعجن. مش هقدر اقول لكم بالظبط مقادير الميه لانها للاسف كل مقدار بيبقى على حسب نوع العجين، بس كل اللي انا اقدر اقوله ان احنا هنعمل ميه حبه حبه، يعني هنحط دول ممكن نبتديها بكوبايه دقيق عشان المقادير بتاعتكم تبقى مظبوطه. ولو احنا ما عندناش عجينه بنفضل نعجن بالقيل لحد ما تبقى عجينه متماسكه. طيب هبتدي كده الخبط الملح مع الدقيق الاسمر واحط حبه صغيرين قوي من الميه واسيبه يتعجن كويس قوي. انا مش عايزاه ناشف قوي، خلاص احط ميه حبه في حبه لحد ما احس ان العجينه خدت جنب كده مع نفسها. انا هنا حطيت تقريبا 3 معالق، خلاص اهو انا شايفه ان هو بقى تمام، بس هبص عليه. لا لسه بتلزق سنه. شكلي كده زودت الميه. طيب فين الدقيق؟ انا مش كنت طالبه اهو. طيب هزود حبه دقيق، يعني بصوا انا زودت معلقه ميه بالظبط، رحت وقعت مني شويه زياده. طيب نحط بقى على الكوبايتين ونص دي 3 معالق اكل ميه بالظبط، تمام؟ كده بقت تمام اهو. بصوا شايفين اهي، بعمل ايه؟
ماشي، وبقطعها كور وسط واعملها كده واسيبها بقى تخمر 10 دقايق، 10 دقايق، ربع ساعة اهو. ماشي، بجيب بقى طاسة زي طاسات الكريب، او نبقى متأكدين ان الطاسة اللي احنا بنستخدمها ما بتلزقش فيها. او عايزه اقول لكم، لا يعني هقول لكم برضو ايه هعمله ازاي، يعني دي طريقه ودي طريقه، يعني انا مسويه شويه بس انا هقول لكم برضو. هم مش بيسووه قوي، هو بيستوي جوه اللحمه. طيب انا هنا اهو عامله عجينه، هفضل افردها كده كويس قوي بالنشابة لحد ما تبقى رقيقة جدا. اهو بصوا رفيعة ازاي، انا عايزاها رفيعة جدا. خلاص اهو، نعمل واحده كمان. كده خلاص، هفضل اعمل كده بقى. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف هنقدم العيش ده ازاي، وهنرجع نعمل بقى كده كيكه. هي انا مسميها كيكه التشيز كيك ليه بقى؟ لانها اولا مش معموله بدقيق، ومعموله بطريقه لطيفه جدا جدا وسهله وبسيطه وهي في الفرن. هنرجع من الفاصل نعملها ونشوف اخبارها ايه. خلاص نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا بقى طبق اللحمه اللي بالخضار عندنا، عملت ايه في الفاصل؟ حطيت الكوسه والفلفل الالوان والبسله وعصير الطماطم. تمام، انا حطيته كل اللي انا هعمله، بس هزود شويه تاني من عصير الطماطم بس كده. وهعمل ايه؟ شايفين المرقوق ده؟ هحطه كده. خلاص، كده كده، واغطيه. تمام، وهسيبه بقى. طيب تعالوا بقى نعمل مع بعض الكيك اللي قلت لكم عليه. بصوا العجينه اللي انا سايباها تخمر، هي بقت جاهزه خلاص. بصوا اول ما نعمل كده ونحس انها بتتشكل بطريقه سهله تبقى هي بقت جاهزه. طيب عندنا ايه بقى الكيك بتاعنا؟ الكيك اللي هو من غير دي، ممكن بس ننزل المقادير على الشاشه. عندنا بيكان، عندنا بيض مع فانيلا، وده مهم جدا لانها ما فيهاش دقيق فنسبه الزفاره ممكن تبقى عاليه. عندنا سكر، عندنا لبن بودره، عندنا زيت، ماشي المقادير اهي بالظبط. عندنا قشطه، عندنا كمان كاجو او بيكان زي ما قلت، وكمان في تسع، لا نخلي ممكن نفصل بس اللي هي الطبقه الثانيه عن الطبقه الاولانيه. يعني الكيك اللي هو زي ما انتوا كاتبين، اتنين بيض وفانيلا وزيت وسكر وقشطه ولبن بودره والبسكويت المطحون وكوب الكاجو المطحون. ده كده تمام. نعمل بس لا نعمل فاصل، معلش. نعم، طب ننزل الطبقه الثانيه شويه.
ماشي خلاص. الطبقة التانية بقى اللي هي علبة القشطة مع اللبن، البودرة مع السكر مع الجبنة، المربعات اللي بالقشطة، وفي كريمة مخفوقة وممكن كمان كراميل. طيب أول حاجة هنعملها إن أنا بحط البيض مع الفانيلا كويس جدا جدا جدا، إن أنا إيه أضربهم كويس قوي قوي مع بعض. خلاص أهو، وحضر السكر. اول ما احس ان ريحه البيض ما بقتش موجوده خالص، ان الفانيلا هنا حبه حلوين، ببتدي احط السكر. هبتدي احط البيكنج باودر على الكاجو او البيكان المطحون، على البسكويت المطحون كده تمام، لبن البودرة، هحط القشطة، والزيت، مع الزيت والمقادير يا ريت تبقى مظبوطة بالظبط عشان ايه تطلع جميلة يعني وهشة. عايزة اقول لكم طعمها لذيذ قوي وخفيفة جدا. لبن البودرة، انا خلطت البيض والفانيلا والسكر كويس جدا جدا مع بعض، وبعدين حطيت القشطه والزيت وخلطتهم كويس جدا جدا مع بعض، بعدين حطيت اللبن البودره. الريحه حلوه جدا، طالما ريحه حلوه يبقى احنا كده تمام. دلوقتي هنحط الكاجو او البيكان المطحون مع البسكويت المطحون مع البيكنج باودر. خلاص اهو تمام. مش قادره احكي لكم ريحه جميله ازاي. الريحة جميلة جميلة جميلة. حلوة قوي قوي. بصوا يعني انا مستحيل ادوق حاجة فيها بيض كده ني، مش قادرة احكي لكم على جمال طعمها. حلوة جدا جدا جدا، جربوها بجد. الوصفة دي لما تجربوها هتتبسطوا بيها جدا، وخفيفة وسهلة وطعمة طعمة قوي. ممكن نحطها كده، ممكن نحطها في قالب تشيز كيك تبقوا متاكدين منه ان هو ما بيسربش. ممكن تحطوه في قالب مدور زي اللي انا عاملاه ده، اللي انتوا عايزينه. وفي الاخر هي طعمها حلو قوي، ده اللي انا عايزه اقوله لكم يعني. شايفين على درجة حرارة 180، شايفين الحجم بتاعها اللي في البايركس، شايفين عامل ازاي، عشان هي هتنفش حبة صغيرين قوي.
قد ايه؟ تلت ساعة. ماشي؟ نبص كده على ده. بصوا بقى، بصوا استوى ازاي اهو، ولسه عايزه اقول لكم انا المفروض احطه كده يعني عادي. انا كمان مسويه بقى شويه كده في الطاسه عشان اللي حابب ايه يغمس. هما بقى بيحطوا كتير قوي من ده. كده عشان اضمن بس ان هو استوى كويس قوي. كده خلاص. طيب تعالوا بقى نعمل ايه دلوقتي، نحط اللي هنعمله طبقه ثانيه. بصوا دي ما فيهاش اي ريحه زفاره، ممكن نستخدمها وممكن نستخدم اي حاجه ثانيه لو انتوا عايزين، بس انا ما فيهاش ريحه خالص، فهي بالنسبه لي انا تمام. خلاص هنحط الجبنه اللي فيها نسبه قشطه المربعه مع اللبن البودره مع السكر. خلاص دي الطبقه الثانيه. وابتدي احط بقى الكريم شانتيه حبه حبه. انا هطلع فاصل اقعد اخفقها ونرجع ان شاء الله من فاصل نبتدي نسويها على الكيك. خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا بقى انا قعدت اخفق الكريم شانتيه مع الجبنه اللي بالقشطه مع السكر مع اللبن البودره. بصوا الجمال. بصوا انا مش قادره احكي لكم هي طعمها حلو ازاي، انتوا بس تجربوها كده وساعتها هتقولوا لي انت فعلا عندك حق من كتر ما هي لذيذه قوي. هنعملها كده بالراحه، وممكن الطبقه تبقى اقل من كده لو انتوا عايزين، بس هي كده احلى يعني. وهندخلها التلاجه ساعه كامله، ولو بيتناها تبقى احلى. خلاص ماشي. طيب بعد لما بتبيتها بقى بيحصل ايه؟ بتطلع كده زي ما انتوا شايفين، ونحط عليها البيكان او عين الجمل او الفستق اللوز، اي نوع مكسرات انتوا بتحبوه. مش عايزين تحطوا عليها اي اصلا مكسرات وتمام كده عليها صوص وخلاص، مفيش مشكله. بس بصوا هي حاجه تستاهل ان احنا نجربها من كتر ما هي لذيذه. ممكن كده واحنا بنتفرج نبص على الفرن، شايفين الكيك اللي انا عملته؟ انا عاملاه على درجه حراره 180، هو فاضله لسه شويه بس. بصوا بقت نافشه ازاي، عايزه اقول لكم هتتبسطوا جدا من الكيك ده، وممكن كمان تفضلوا تعملوه على طول وتاكلوه حتى لوحده كده من غير دقيق. دي بقى حلو بالذات للناس اللي عندها حساسيه كمان من الدقيق. طيب كده احنا ايه، زوقنا الكيك بتاعنا في صوص كراميل. صوص انا ماليش في الكراميل قوي فصراحه مش ايه، مش هزوده، بس ممكن نحط كمان صوص شوكولاته، بس هي اصلا بتتعمل بصوص الكراميل. ماشي اهي.
تمام، ساقعه وجميله جدا. طيب نغرف بقى المرقوق اللحم بتاعنا كده. بصوا بصوا الجمال، حلوه قوي قوي قوي. ممكن نعمل كده ونحطها في التلاجة على فكرة. خلاص. طيب ده دي الأسمر اللي أنا عملته، بس أنا سويته بقى ما سبتوش كده، وحوريكم المرقوق بتاعنا بقى حلو ازاي، والعيش اللي احنا كمان عجناه وحطيناه يستوي بقى أخباره ايه. بصوا بصوا عامل ازاي اهو. استنى اوريكم العيش. بصوا اهو اهو، ده العيش لذيذ جدا. دي وجبه على فكره رئيسيه هناك ياكلوها مع، انا متهيالي ان هو ما بياكلوهاش مع رز يعني، بس انا عملت ايه كوبايه رز كده عشان احنا بنحب الحاجات دي مع رز. الكوسة والبطاطس والبطاطا لما بيتحطوا كده فعلا بيبقى طعمهم احلى بكتير لما بيتقطعوا. بصوا البطاطساية والبطاطا، بصوا الجمال، والبصلاية صراحة الطبق يعني مغري جدا، مغري مغري يعني، ولايق علينا كده واحنا ايه ابتدينا نبرد وبقينا عايزين حاجات تدفينا. احط شويه بقى صوص. كده حطينا الخضار اللي حطيناه ايه هنا، جزر، بطاطس، بطاطا، كوسه، بسله، بصل، ثوم، ماشي، عصير طماطم، صلصه طماطم، لومي، البهارات، كزبره، كركم، وكاري، وملح وفلفل اسود. عايزه اقول لكم انا ما حطيتش ملح، يعني انا دوقتها حسيت انها مش محتاجه، بس ممكن تزودوا ملح وفلفل اسود وكاري، وكمان بهارات لحمه والسبع بهارات. خلاص عملناها بلحمه بالعظم او ريش او الرقبه، بتبقى حلوه جدا. كمان حطينا اللومي والفلفل القرون، الفلفل الحمراء الناشفه، مش مخليها سبايسي اصلا، مخليها طعمها لذيذ جدا. كمان حطينا فلفل الوان من الاحمر والاصفر والاخضر، كل ده نصاص كبيره، وقدمناها بالطريقه دي معاها رز، هشيلها ماشي، معاها رز ابيض خلاص، والعيش الاسمر اللي حطيناه يستوي جواها. وده العيش اللي انا عملته، بحيث ان لو انتوا عايزين، بصوا لو انتوا عايزين تغمسوا اهو، شايفين؟ بصوا اهو بيتغمس بيه. لا لا معلش، عشان اوريهم ازاي طري وجميل وحلو كمان ادوقه. ودن قطه ممكن مع الملوخيه، هنعمل ودن قطه ماشي. وكده نكون خلصنا سفرة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. عملنا كيك حلو جدا جدا من غير دقيق، مع اللي احنا حطيناه الدريسنج اللي حطيناه فوق ده، اللي هو عبارة عن كريم شانتيه مع جبنة بالقشطة مع لبن بودرة وسكر، وعملنا كمان المرقوق اللحم بالعيش الأسمر. بصي كده على الكيك، بس قبل ما نقول باي باي، بصوا ريحتها حلوه قوي، يعني هي قدامها بالظبط خمس دقايق، بالظبط خمس دقايق. انا يعني غلطان طبعا، انا افتح عليها بس ايوه بس ما. لا لا هي مش هتهبط ان شاء الله، هي قدامها خمس دقايق وتخلص. ممكن بس اقرا كده تلات رسائل بالظبط، ماشي بالظبط، ممكن ايه نبص كده عشان نقرا تلات رسائل. طيب
محمد سليمان ما شاء الله شكله تحفه، ليكي التحيه. ميرنا نبيل لو سمحتي يا شيف عايز طريقه الشوريك، حاضر يا ميرنا بكره فكريني. كمان عندنا ام شنوده، صباح الجمال والحلاوه والعسل والطعام على الاحلى شيف غاده، تسلم ايدك على كل وصفاتك الجميله، الكفته والسلطه تجنن، ربنا يبارك فيكي ويديك الصحه. شكرا ليكي حبيبه قلبي. طبعا بتتكلمي على حلقه امبارح صح؟ نسائم الافراح، صباح الورد من ليبيا. مريم عايزه وصفات للفطار تكون سهله، اوعدك الاسبوع الجاي اعمل لك وصفات للفطار. لولو تسلم ايدك يا قمر ودايما منوره. سناء النمر ما شاء الله عليك يا غاده، زهره منوره، ربنا يفرحنا فيكي. بدعيلك وانا من الاردن. شعبان يا صباح الانوار شيف غاده، ربنا يحسن ما بين ايديكي، احلى اكله دي المرقوق لذيذه منوره. طب ايه رايك يا شعبان، عملتها مظبوط ولا ايه الاخبار؟ كمان شيف غاده صباحك فل ورد، وممكن طريقه التشيز كيك بس تكون سهله، حاضر بكره ان شاء الله. وحيدة شكرا على الإجابة، هجربها وأخبرك بالنتيجة. والله أنا بحب أكوره وأفرده كده، أنا شايفة أن أنا عملته بطريقة لطيفة جدا، أنت بقى متطورة أكتر فممكن تعمليه بطريقة أحلى. كمان بسمة المغربي ربنا يحفظك، بسمة من ليبيا. كمان عندنا نجاة، مقادير العجينة. بصي حبيبتي مقادير العجينة بتاعت العيش هي عبارة عن عجين أسمر، معلقة ملح، كوبايتين ونص عجين، معلقة صغيرة من الملح، والمية على حسب نوع العجين. عايزة أقول لكم باي باي، ويا رب تكون سفرة النهاردة عجبتكم، وأشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة. باي باي.